اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض تليفون جديد من اتش تي سي. طبعا هذا التليفون اسمه اتش تي سي وايلد فاير اكس. طبعا هذا التليفون البعض منكم ما سمع باسمه، بس هذا يعتبر استفاقة لشركة اتش تي سي خاصة بالاسعار. اخر شيء نحن حنقلكم قد سعره، سعره صادم جدا 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 لهذا التليفون. اول شيء خلينا نبلش بالتفاصيل وبالارقام. كنتورك بيجي فيه 4G، اللي اعلن عنه باوغست باب حيصير موجود ب 22 اب. بالنسبة لوزن هذا التليفون بيجي 160 جرام، بيجي بشريحتين IPS LCD كديسبلاي الشاشة، السايز 6.2 شاشة كبيرة، اخدي 81.7% من البادي. بالنسبة للرزوليوشن بيجي 720x1520 271 بيكسل بير انش. بالنسبة للبلاتفورم بيجي عنا اندرويد 9 باي، تشيبسيت ميديا تك بتقنية 12 نانومتر، CPU Octa-Core 2.0، GPU Power-VR. ويرجع عنا الميموري. بالنسبة للميموري طبعا نحن هيدا فينا نحط له ميموري خارجية بتوصل لحد 256 جيجا بايت. بالنسبة للإنترنال بيجي 128 جيجا 4 جيجا رام أو 32 جيجا 3 جيجا رام. بالنسبة للكاميرا طبعا الكاميرا هون عنا 3 كاميرات، 12 ميجا بيكسل وايد، 8 ميجا بيكسل تليفوتو، 5 ميجا بيكسل للعمق. بيرجع عنا هون الفيديو فول اتش دي 30 فريم بير سكند. بالانتقال للسيلفي كاميرا بيجي عنا 8 ميجا بيكسل، لاود سبيكر موجود، منفذ للسماعات كمان موجود. وبالانتقال لباقي التفاصيل عنا واي فاي بلوتوث 4.1، جي بي اس موجود، راديو اف ام راديو موجود، يو اس بي 2.0 تايب سي 1.0. بالنسبة للفيتشرز عنا سنسر اللي هو الفينجر برينت بيجي من ورا. بالنسبة للباتري، الباتري بتيجي 3300 ميل امب، فاست باتري تشارج بيجي ب 10 وات. بالنسبة للالوان، الالوان بيجي لون واحد اللي هو سافاير بلو يلي هو اللون الازرق. واهم شيء بالموضوع كلياته يلي هو السعر، السعر 150 يورو تقريبا، عم نحكي نحن بال 150 دولار على تليفون من اتش تي سي. حتى بعض الناس اللي علقت قالت انه واخيرا الاتش تي سي فائت، وهذا الشيء مزبوط لانه الاتش تي سي اسعاره دائما عاليه. هالمره عم تقدم لنا تليفون مواصفات رائعه ممتازه، عم نحكي نحن عن 4 جيجا رام 128 جيجا بايت ستورج، وهالتقنيه كلياتها اللي انا شرحت عنها، وبس ب 150 يورو او 150 دولار. هذا كان استعراض للاتش تي سي وايلد فاير اكس. بتمنى تكونوا استمتعتوا، بتشكركم كثير على المتابعه.